السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام حياكم الله. اليوم معنا مجموعة من الأخبار الهامة التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية، لذلك تابع مع الفيديو لأنها لمعرفة جميع التفاصيل. بسم الله. وزير التعليم التركي: الطلاب حريصون على الالتزام بالتدابير والمعلمون يحاولون شرح أهمية الكمامات والنظافة والمسافة باستخدام الكتب واللعب، ونحن بحاجة لدعم الأهل في شرح هذه القواعد في المنزل والتعاون المشترك بين المدرسة والأهل. وأيضا بعد رفع سعر الخبز بنسبة 16% في أنقرة، الوالي صرح بأنه دعا غرفة اتحاد الأفراد إلى اجتماع، وفي حال لم يتراجعوا عن القرار فإنه سيلجأ للقضاء لإيقاف رفع السعر. وأيضا وزارة الدفاع التركية: استشهاد 9 عناصر وإصابة 4 آخرين جراء حادث مروحية عسكرية أقلعت من ولاية بنغول شرقية البلاد. وأيضا وفاة طفلة سورية بعمر السنة نتيجة سقوطها من المنزل في الطابق الرابع في منطقة لابسكي التابع لولاية شلاقلعة، رحمها الله ورزق أهلها الصبر والسلوان إن شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا ولاية إسطنبول تسمح لمن هم فوق السن 65 سنة ومن هم دون 20 سنة باستخدام المواصلات العامة، يعني الكبار بالسن صار حاليا بإمكانهم ركوب المواصلات، وأيضا من هم تحت سن 20 عاما. وأيضا ولاية أكسراي المصنفة في الفئة كولاية شديدة الخطورة أعلنت إغلاق محلات البقالة وبيع الخضار يوم الأحد خلال الحظر المفروض نهاية الأسبوع. وأيضا ثلوج كثيفة تساقطت اليوم في منطقة بوكسال أوفا في ولاية هاكاري التركية. طبعا هي بعض الأخبار التي تم تداولها لهذا اليوم. وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار بخصوص أي موضوع حطني بالتعليقات، وإن شاء الله سوف نقوم برد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.